بعدين كمان كلامه بقى يخلينا نروح مع كابتن ماهر همام على اللقاء القادم، واحنا بنتكلم على غزل المحله. فريق مجتهد الحقيقه جدا جدا جدا، واكيد برضه هينزل يعمل اقصى ما يمكن عمله في لقائه امام النادي الاهلي. ثم مباراه سموحه، رؤيه حضرتك وتوقعك فيما يتعلق بيه، مش بالضروره التشكيل قد ما انا عايز اعرف رؤيتك لكيفيه هندله المباراتين دول بشكل عام. قبل ما نروح لمباراه المحله عايز اقول بس ان هوان كريم كان لعيب كوره. ايوه طبعا احنا عارفين ده، كان متالق جدا. طبعا التغطيات دي من راجل لعيب كوره غنيه جدا، وعشان كده بحب اروح للفنيات برضو وللكواليس معاه. يعني هو كمان نقطه اللي اتكلم فيها التجهيز الفني، العفو النفسي، دي حاجه رائعه جدا. يعني نوع من انواع برضو الضغوطات، يعني لان هي مش بس بدني، هي كمان تبقى نفسي. ففكره ان النادي كمان مستوعب ده جدا والفريق، فده شيء اكثر من رائع. وكمان الراجل واضح قوي انه مصحصح، يعني حتى الحاجات اللي فيها النفس بيشتغل عليها بشكل كبير جدا، لانه برضك هو عنده خبرات وعنده علم، مش محتاج انه يجيب دكتور نفساني. هو كمان بصفته انه موجود معاهم مع اللعيبه وموجود في الملعب بصفه اساسيه، فهو بيلمس الحاله النفسيه اكتر واحد يقدر يوصل ويخرج اللعيب من الجزء النفسي هو المدير الفني. هنعمل ايه بقى في الماتشين الجايين؟ المحل احنا لو هنرجع للسنه اللي فاتت، المحل احنا اول فرقه خسرنا منها على ملعب المحل، ودي كانت بالنسبه لنا كانت مفاجأة كبيره. فاكيد مستر موسيماني بردك من الاعداد النفسي اكيد يلمح على الجزئيه دي. يا جماعه خدوا بالكم، احنا السنه اللي فاتت كان عندنا اخفاق من فرقه المحله، فواضح النهارده هيبقى في دوافع بالنسبه لنا بشكل كبير جدا، وفي حوافز للعيبه ان هي ان شاء الله باذن الله تأدي المباراه الخامسه على التوالي. بس نفس الدوافع والحوافز برضه او الحافز عند فريق غزل المحله بالظبط بالظبط، بناء على اللي حضرتك بتتكلم عليه واللقاء اللي هم كانوا فيه السنه اللي فاتت. لان انت برضك كريم، الفرقه دي لما بتبدا تقابل النادي الاهلي، تاكد ان الثلاث ايام دول بيبقى في معسكر يعني قافل على نفسه بشكل كبير جدا، من ناحيه التغذيه، من ناحيه النوم، من ناحيه الاكل، من ناحيه حتى اصحابه ما بيكلمش حد، يعني مركز على مباراه الاهلي، عارف ان المباراه بالنسبه له قمه. بتذاع استوديو تحليلي، نقاد طبعا، في جماهير كمان موجوده اول مره، جماهير المحله طبعا هتبقى موجوده، الالف اللي موجودين مع جماهير النادي الاهلي. فاكيد هيبقى في تنافس شريف بين الفرقتين. لكن برضك النادي الاهلي عند اصراره لما بيركب الدوري، الاهلي لما بيكسب في بدايه المشوار بيحاول يحافظ على المكسب ده لحد التوقف ان شاء الله بتاع المنتخب. فانا شايف ان النادي الاهلي باذن الله من كلام كريم كده ان مستر موسيماني يعني في جاهزيه بشكل كبير جدا من ناحيه الاداره الفنيه، من ناحيه استراتيجيه المباراه، من ناحيه الخطه، من ناحيه اللعيبه. يعني بنتكلم على حمدي فتحي بالكارت الاحمر اللي هو اخده في المباراه اللي فاتت، لكن انا بطمن طبعا جميل النادي الاهلي. يعني حمدي فتحي لعيب مميز في نص الملعب، لكن احنا عندنا لعيبه كمان اخرين مميزين بشكل كبير جدا، بيقدروا يقوموا بالمهمه اللي بتطلب منهم من خلال الجيم. عندنا السوليه بحاله طيبه، عندنا يانج بحاله جيده، ممكن اكرم كمان يقدر يلعب في نص الملعب يرجع لمكانه الطبيعي. محمد هاني شفناه كبديل لاكرم في المباراه السابقه. يعني مستر موسيماني عنده من التجهيزات اللي يقدر يعوض بيها النقص اللي بيحصل في اللعيبه. نتمنى التوفيق بقى، زي ما احنا قلنا احنا عايزين بدايه النادي الاهلي، ودي اللي احنا محتاجينها. اول ربع ساعه او تلت ساعه زي ما شفنا في نادي الزمالك الضغط المستمر على الخصم، نتمنى ان احنا نرجع للاسلوب ده من بدايه المباراه، نقدر نجيب هدف في الاول. الهدف ده بيدي ثقه للجهاز الفني واللعيبه، نقدر نعوض ان شاء الله بهدف ثاني، بنقتل المباراه طبعا بالهدفين. نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله التوفيق في هذه المباراه، مباراه المحله القادمه باذن الله.